التاسعة في أول أيام العيد مع فرقة رضا، نبع المواهب المصرية وصاحبة الشخصية الموسيقية الفريدة. الفرقة دي خرجت ناس وأسماء مهولة. نستعيد أجواء الأقصر بلدنا. ونشاهد من يسير على درب محمود رضا وفريدة فهمي. فرقة رضا فرقة تراثية، تصميمات محمود رضا محدش بيجي جنبها. الولاد عاملين تاتو محمود رضا وهو بلبس العرقسوس. التاسعة أول أيام العيد مع يوسف الحسيني على قناة مصر الأولى.